صباح النور احمد، الان امام احد شركات الجمله لبيع المواد الغذائيه، ونشوفك المواطن اللي يتوافد على شركه نحكي لها بعض المواد الغذائيه، ولكن شفنا معناها في تجمع المواطنين فما تذمر في صفوف المواطنين، نقص ماده السميد والفرينه والزيت النباتي. معنا احد المواطنين للحديث اكثر عن النقص في المواد الاساسيه. السميد ما عندناش السيدي، اليوم جاي باش نتزود في السميد، جيت للشركة هذه أكبر شركة في القصرين ما لقيتش فيها السميد. يعني راجع لصغاري هكيك، لا قوت ولا سميد ولا زيت ولا كذا، وراجع معناها مش نداري واش باش يوقع معناها غادي في صغاري. أنا جاي باش نتزود بمادة السميد من غادي صادر من داري في الريف، نبعد 30 كيلومتر على القصرين، كاري كره بسبب نتزود بمادة السميد. هاي مفتخرة معناها أكبر شركة مفتخرة للسميد. منين جيت أنت؟ جيت من مقدوش. جيت من مقدوش جاي باش نزود مادة السميد. وعندك الفارينة وعندك لا الزيت؟ لا عندي لا فارينة لا عندي لا زيت لا سميد، لا ما عنديش حتى شيء. عندك وجه ربي يعني قاعد عايش هكاك على الله، جيت نزود مادة السميد من هنا من الشركة. المواطن اليوم شنو يطلب بالضبط؟ المواطن يطلب تزويد بالسميد، مواد غذائية بصفة عامة. قوت المواطن هو مواد غذائية، سميد زيت وكل شيء يلزم يتوجد. من يقصد المواطن قضيته يقضي قضيته، ما يروحش فارغ هكاك وقفته فارغ. العماده ما تبدوش، عندنا مشكلة نتاع خبزة. عندنا مشكلة نتاع خبز كبير ياسر، شدوا بالصف أربع خمس ساعات، وساعات نروحوا هكاك ما نلقوش، نروح عباد بعد ساعات يزكيلو مقرون ساعات ما يجيش. بالسميد. بالماكلة، تو نخموا في عمادة مقدودش، نخموا على أرواح اللي يقتلوا الشخص، أخر باش يقتلوا الشخص. ما عادش عندنا منور. حتى اللي عنده سميد وفاع عليه سميد. علاش ما يفرقوش على المواطنين؟ ولا ثم لا زيت ولا ثم لا سميد. كيلو سميد مش وليدي. انت تخاف في العباد اللي عندها العطر وعندها الفلوس. هذا بالنخل. شوفوا راي مواطن اخر في النقص في المواد الاساسيه هذه، نقص سميد. انت سميد ما ثماش اصلا. السميد ما ثماش. الناس ما تفترسها. الخبز بالصف وما تخلص عليه. ساعة تقعد ساعة هنا من الصباح حتى ساعة الأربعة الخمسة تاع العشية تصف ما تدخلش خبز. هذه البلاد هذه شنو هي؟ ستة تاع الصباح ما تدخلش خبز. ما تدخلش خبز ما تدخلش. ما تدخلش الصباح ستة تاع الصباح ما تدخلش خبز بالبونية بالبونية. يا أخي عملوا لنا حل، عملوا لنا حل. نحن ما نقص مدرسة مش خلونا حد شيء، مش شايفين منها حد شيء. لما تفيقش الخمسة تاع الصباح الخبز ما تبليش. بيت ما تاكل شيء. والله ما تاكل شيء. وفروا لنا سميد. الواحد ظل يجري، عرفت انت من الصباح ظل يجري الليل يلقيش مطلوب الست تاع الصباح مشرب ولا ما تشع مشرب سميد مش يعرف بيه ماتش حتى فيه وصلنا لكروش ما عادش فيها لو توب سميد ما فماش مش مسكره حلونا اخويا مشكله الملك على الاقل احنا رضينا بالبطاله رضينا بالهم رضينا بالوزيره تو الحكايه وصلت المعدله ما عادش فيها كيف ما كانش راهو شيء اكثر ترسل الجروزيسكي هكا يقول لك لا عاش واحد عنده بطيطه يا ولد راه مش عاش كلام بالتفكير هذايا راه كل عنده بطيطه يجي الجروزيسكي هكا كل واحد عنده بطيطه كيما سيدي كيما ما يعطيش دبوزه فارغه وين ما يعطيش انا عندي واحد بطيطه يا ولدي بطيطه خلوا ولا العطار والعطار تشيرين هاي على تقطيع تعرف عنده والله العظيم يا امس من الصباح وناشيه بالصف على الخبز بقيت وروحت حتى كعبتين باقيت لها زيت مبنات بيت وكيك جواع راح زيك دابوسي كاز مقصوصة ولقي سميد ما تمش ومش تحت تحت طايم كسرة ما تمش مش واحد طايم كسرة نجيو نشوفوا نلقاه كل شيء اخواتي اللي عنده زر اخويا وعنده فلوس يقضي ما يهز كل ما عندوش يبيع يبيع بالمعيرة بالغمزة ما راح برا غادي يهز خيط برا معناها القليل قاعد تحت الصبر القليل ما عادش عنده قوة ما عادش ينجم ولا نقصوا في شهرين السميد ما دخلش لنا الدار نمشي للحواريت ناكل بالصف يقول لنا كليو اللي عندهم بديل الحانوت نلحقوا يقول ما عنديش كليوناتي برا على روحكم الكوشة المشكلة في الكوشة اليوم الكوشة بالصف بالصف شاف مرة تجي تحكي على الخبز ما تويش فارينة مش طيب توا من 2011 وراء ثم 90% من الشعب لا يهمه لا في ثورة ولا يهمه في الصين ولا يهمه في النهضة ولا يهمه في عاد شيء.
تاو ضربوا الضوء، تاو اي مواد ضربوا الضوء، لانه تاو فقد قدر الخبز، يعني قمة معناها مازال الخبز زاد من ذنب لا خبز اسمي، معناها البشر يعني ولا عايش على الواحد، عايش من نشوف الليل يتعشى ولا ما يتعشاش، عنده فلوس ولا ما عندوش راه. هذا كان رأي المواطن في القصرين اللي أجمع على النقص في المواد الأساسية ويطلب السلطات المعنية بتوفير مادة السميد والفرينة والزيت النباتي اللي يسجل نقص منذ مدة. هذا كان رأي المواطن في القصرين.